كابتن احمد بلال مشرفني منورني. ازيك يا سيف؟ بارك ايه؟ الحمد لله والله بقاء لله وبقى في حياتك. ربنا يخليك يا رب، البقاء لله. يعني طبعا لاسره احمد يعني وكل الكره المصريه بشكل عام يعني والمصر بشكل عام يعني الحمد لله قدر ما شاء فعل، وربنا يا رب يرحمه ويصبر اهله يا رب. دايما احمد كان من اللعيبه اللي دايما كل الناس كانت ممكن وهي بتأيده بتظلمه. عندك كتير، عندك كتير، مهما عمل لسه كتير، عندك كتير. شوف هو اولا لعيب مؤدب يعني، او كان لعيب مؤدب يعني، ما تسمعلوش صوت، كواليتي عاليه جدا جدا جدا. الفتره الاخيره كان من اهم اللعيبه في مصر، وكان بيلعب في منتخب مصر يعني، ومن الناس القلائل الحقيقه اللي ما تختلفش على امكانياتهم يعني وقدراتهم في الفنيه في الملعب يعني، وما تختلفش على اخلاقه كمان يعني. يعني انا عمره شفت الحقيقه بيتخانق مع حد، بيتلفظ، بيجيب سير، بيتكلم على حد وحش، بيجيب سيرته، بيعترض اعتراض مش مقبول مثلا يعني. لعيب يعني في الملعب كان له تاثير، وبره الملعب هادي جدا 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 يعني. دايما عندك تعليقات فنيه بشكل كبير. الملف النهارده ناس كثيره بتقول محتاج يترتب بشكل مختلف طبيا. لا، الملف محتاج يتفور طبيا مش يترتب طبيا. بص للاسف الشديد يعني احنا في بعض الناس، مش هقول لك، مش هتكلم على المنظومه بشكل عام، لكن في بعض الناس عشان الامور يعني خلاص يعني تروح لوضعها الصحيح، مش اول حادث في مصر واتمنى يكون اخر حادث باذن الله تعالى ان شاء الله. لكن احنا للاسف احنا كمنظومه احنا بص هنجري ورا الموضوع النهارده وبكره وبعد بكره كلنا هننسى، وهنخش وهننجرف وهننسى كل اللي بنتكلم فيه من الدواعي الطبيه والدواعي الامنيه واللعب. استلح بنا في عز الحر دلوقتي، بنلعب في درجه حر 40 الساعه 4 العصر، مفيش حد في العالم يقول ان احنا نلعب 4 العصر في الوقت الحالي، مفيش حد في العالم يقول الكلام ده، مفيش حد في العالم يقول ان واحد يحصل له اللي حصل ده وما يكونش موجود تحت رعايه طبيه كامله يعني طول الوقت طول الوقت طول الوقت. ده لعيب منتخب مصر يعني مسؤول من اتحاد الكوره، ولعيب بيلعب في نادي فيوتشر مسؤول من نادي فيوتشر. النهارده شفت اريكسون النهارده بيلعب كاس امم الاوروبيه، نفس الحادث ده، وقف في الملعب بس ما حدش قلب وقف، وده وقف في الملعب قلب وقف، ده النهارده بيلعب، وده النهارده يعني نسال الله يعني ربنا يرحمه توفى. الحياه والموت بايد ربنا سبحانه وتعالى، طبعا محدش يقدر يتكلم فيها، لكن الاسباب الاسباب تمام. احيانا واحد يعني في مثل زمان كان بيقول ايه، انت هتموتني ناقص عمر، عارف انت احنا في الكوره كده هنموت اللعيب ناقص عمر، بامانه بمنتهى الامانه. الموضوع يا جماعه الموضوع مش 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 مجرد واحد بيتصاب او بيتعور، انا بشوف حالات استيل في الملعب النهارده بتقع ما تعرفش هي ايه، ممكن الحكم يكمل دقيقتين ثلاثه عادي ويمشي اللعب وبتاع ويلا بينا نكمل لحد، وبعدين لحد ما حد يطلع الكوره بره وانت ما تعرفش هو عنده ايه اساسا خالص. المنظومة الطبية لازم تتصلح تمام؟ منظومة الكرة بشكل عام في مصر لازم تتصلح. احنا النهاردة بص هنقف نتكلم النهاردة السبت، وهنتكلم الحد، وممكن شوية نتكلم الاثنين، وبعد كده كل الكلام اللي اتكلمناه مش هنبني عليه حاجة، مش هنبني عليه عمل للأسف الشديد، لأن احنا اعتادنا على كده. احنا مش أصحاب للأسف في كرة القدم، مش أصحاب قضية، ما بنتكلمش في قضية، اتكلمنا في قضية ياما، فتحنا ألف مجال، ألف في موضوع، واحد بس مجرد ان الحدث يفوت عليه يومين ثلاثة كلنا بننسى، ما عندناش قضية بنشتغل عليها للأسف. احنا عندنا حدث بنتكلم فيه يعني، النهاردة بنتكلم على أحمد رفعت، لا قدر الله بكرة مثلا في موضوع تاني شائك هنتكلم فيه وهننسى. خد بالك، وانا وانت اهو كمان اسبوع ممكن يحصل نفس اللي حصل، او كمان 10 ايام او اسبوعين يحصل حادث مشين تاني هنتكلم فيه وبعدين هننسى وهنروح في حتة تانية خالص. ليه؟ ما بنقفش عند الحاجة ونحلها، احنا بنقف عند الحاجة عشان نتكلم فيها بس، لكن ما بنحلهاش، ما بنشوفش توابعها ايه، ما بنقفش عند اللي حصل ونقول يا جماعة ده عشان ما يحصلش بعد كده. عندنا واحد اتنين تلاتة، كنت شايفك مستضيف اعتقد دكاترة من شوية بيتكلموا في القصة دي، قصة احمد اللي حصل له والازمة النفسية ما قبل القصة اللي حصلت له، ازاي واختفى فترة وراح وجي طيب احنا النهاردة كابتن سيف انا اسف يعني، هل النهاردة مثلا فكرة الميديكال تشيك اللي بيتعمل ده مش المفروض ده يتعمل بشكل دوري على اللعيب؟ صح. وتعرف هو النهارده ممكن اللعيب اللي عندي ده يبقى عنده مشاكل اصلا ولا لا، ولا ما عندوش؟
بيتعمل. طب بتتعمل في اول السنه، بتروح معرفش فين كده، بتروح تعمل ميديكال يعني ميديكال تشيك كده خفيف لطيف ظريف تمام، وبتخلص وبتاع يلا يا جماعه توكلوا على الله هنبتدي لحد ونكمل لنهايه الموسم. وقفت شويه ما وقفتش، كملت ما كملتش، ما بتكمل بقيه السنه خلاص مش مهم. لا الانديه بتسال ولا اتحاد الكره بيتابع ولا المنظومه بتفكر ولا اي ولا اتحاد ولا اي حاجه بتحصل خالص خالص نهائي. لازم ثلاثه اربعه يموتوا تمام عشان نبتدي ايه، احنا لازم حد يضربنا على راسنا عشان نفوق، وبعد ما يضربنا على راسنا هنداري الخبطه شويه بعد كده نرجع نكمل. عملنا حاجه. طب الحادث ده حصل مع الله يرحمه عبد الوهاب في الـ في الـ في النادي الاهلي، حصل قبل كده برضه نفس القصه حصلت قبل كده وبرضه كملنا برضه ازاي وازاي حصل والملاعب ولازم يكون في اسعاف في الانديه وفي التدريبات. حصلت حاجه خالص، ولا اسعافات في الانديه ولا اسعافات في التدريبات ولا اسعافات في اي مكان ولا اي حاجه خالص، ولا حياه المانتونيت عشان مر زمن كبير جدا. حصل احمد رفعت والحادث اللي حصل، وهنفضل ننادي برضه لمده اسبوع ولا 10 ايام لحد ما كل الناس تنسى وتنشغل بالاهلي والزمالك والماتشات والمباريات واروح لحد ما لا قدر الله حصل حدث تاني جديد يحصل ونبتدي برضه نخش نتكلم فيه خمس دقائق 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه يومين ثلاثه وننساه ونكمل بقيته. احنا لازم يبقى في وقفه ووقفه حقيقيه، لازم يجي الاتحاد الكوره يقول ما والله احنا خدنا قرار 1 2 3 4 وده اللي هيتنفذ في الوقت الحالي. خدنا قرار بان اللعيبه لازم تعمل ميديكال تشيك كل 3 شهور على الاقل، كل 3 شهور 3 4 مرات في السنه. مش هتكلم فلوس، ابتدي لعيب 8 و9 و10 و12 و20 مليون في السنه، ايه المشكله لما تعمل له ميديكال تشيك؟